مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الثاني عشر، المسار التكنولوجي، وما زلنا في درس أمن البريد الإلكتروني، الشبكة الخاصة الافتراضية VPN، وأجهزة إنترنت الأشياء. ذكرنا سابقا الشهادات الرقمية واستيرادها والتوقيع الرقمي وتوقيع رسائل البريد الإلكتروني، وذكرنا الشبكة الافتراضية VPN، واليوم سوف نقوم بإعداد شبكة افتراضية VPN في ويندوز ثم الاتصال بهذه الشبكة. أهداف الدرس: متى نستخدم VPN؟ أمثلة على مزودي خدمة VPN، كيفية تكوين شبكة VPN شخصية، وكيفية الاتصال بشبكة VPN. متى نستخدم VPN؟ نستخدم VPN عندما نريد إخفاء عنوان IP الخاص بنا، وعندما نحتاج إلى تشفير الاتصال بيننا وبين جهة الاتصال، وذلك لتجنب سرقة البيانات الشخصية مثل رقم بطاقة الائتمان، ولتخطي الحظر الذي تضعه الشركة المزودة للإنترنت على بعض الخدمات. في الشبكات العامة يتم الاتصال بشكل مباشر ما بين جهازي وشبكة الإنترنت، وهذه الشبكات غير آمنة، خاصة الشبكات العامة التي في المطارات والمطاعم والمقاهي. يستطيع المتسللون والهاكر الوصول إلى هذه المعلومات والتجسس عليها بسهولة. في هذه الحالة نحتاج إلى الاتصال عبر VPN. فباستخدام VPN فإننا ننشئ مسار آخر مخفي عن هؤلاء، وكأنه نفق أو تنل يتم ما بين جهازي والجهاز الآخر، لا يستطيع المتسللون والهكر من الوصول إليه. أمثلة على مزودي خدمة VPN. من أمثلة الشركات التي تقدم خدمة VPN: إكسبرس VPN، نورد VPN، وسيرف شارك. كيفية تكوين وإعداد شبكة VPN الشخصية؟ في نظام ويندوز ننتقل إلى Settings، ثم Network and Internet، بعدها نختار VPN، ومن VPN نختار Add a VPN Connection. تظهر هذه النافذة الخاصة بإضافة Connection لـ VPN. في الجزء الأول VPN Provider نختار Built-in، ويندوز Built-in، ونختار اسم الاتصال، أي اسم من اختيارنا، وذلك للتعرف على هذا الاتصال. ثم بعد ذلك نكتب بيانات السيرفر أو مزود خدمة VPN الذي اشتركنا معه، وأيضا اليوزر نيم والباسورد الذي أعطانا إياها. ومن أختار Network and Internet، ومن أختار VPN، ومن ثم أختار Add VPN Connection. هنا سأختار VPN Provider Windows Built-in. سأختار أي اسم لهذا الاتصال، مثلا VPN 2. هنا سأضع العنوان الخاص بالسيرفر، وهو ما يزودني به مزود VPN الذي اشتركت معه، مثلا بالنسبة لي هو 20.0.0.10. نوع الـ VPN أو نوع الاتصال سأختار أن يكون Automatic، و Type of Sign and Info، ما هي الطريقة التي من خلالها سيتم الاتصال، سأختار Username and Password، وأخيرا سأقوم بوضع الـ Username والـ Password الذي تم تزويدهم لي من قبل الـ VPN Provider أو مزود خدمة الـ VPN، ومن ثم أضغط على Save. إذن بهذه الطريقة أضفت الاتصال مع مزود الخدمة.
كيفية الاتصال بشبكة VPN. ننتقل إلى الجزء الأسفل بقرب الساعة Notification، ونجد مجموعة من الاتصالات عند الوايرلس أو الشبكات. نختار VPN ثم نقوم بعملية Connect. إذن والآن حان دور الاتصال بالـ VPN. تقوم بالضغط على أيقونة الإنترنت ومنها اختار الاتصال الذي قمنا بإنشائه قبل قليل VPN2، ثم اضغط عليه مرة أخرى هنا واختار Connect.